مرحبا الغالي، الله يحييهم. المعلومة اليوم بإذن الله كثير من يعني يفعل فيها وهو ممكن يجهل، وعلى يعني محسن الظفير نيته بإذن الله طيبة، ويبي الأجر ويبي زيادة على الخير، ولكن لربما تفسد صلاته وهو إطالة شنو السجود لكان مأموم وراء إمام، الإمام يسجد يرفع من السجود وهو ساجد، ربما ينتقل بعد السجود مرة ثانية وهو من يسمع الإمام كبر تكبير السجود رفع على طول وخالفه، واحد يروح شكله الثاني، هذا ربما تفسد صلاتك. أنت مأموم، المأموم يتبع الإمام، ركزوا يا أخوان، ما يجوز أنك تخالفه نهائيا، لا صلاة لحالك، اسجد من الليل للصبح، ولكن لكن أنت مأموم اتبع إمامك يعني حتى يعني تصلح صلاتك بإذن الله. عسى الله ينفع ما نقول، يوفقنا وإياكم جميعا وسلم، ومستمرين بإذن الله بما يوفقنا رب العالمين، بما يعني نشوف فائدة أبشر بعزكم. أي والله، عسى الله ينفع ما نقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.